ومن تلك اللحظة عاش صلاح فقط لأنه على قيد الحياة. صارت أيامه تدور وتكرر بعضها بشكل ممل. كانت هذه الحياة. صار الذهاب للنادي مجرد قتل للوقت وتناسيا عن الألم. وبينما صلاح يقلب التغريدات قرأ تغريدة تقول بأن زيارة عيادة الطبيب النفسي ليست ضعفا، وأن طلب يد العون عندما يحتاجها الإنسان ليست جبنا وإنما شجاعة. ثم لاحظ دعوة عامة للانضمام إلى مجموعة من الناس المهتمين بالصحة النفسية. ماذا لو رفضوك؟ في الغالب سينفرون منك كما فعل الآخرون. ثم أخذ القرار بأن يزور عيادة الطبيب النفسي. صباح الريس. صلاح الريس، كيف حالك صلاح؟ طيب صلاح، فيك تخبرني انت ليش جاي على العيادة؟ طيب صلاح، اذا مو حابب تحكي فيك تجرب تكتب لي شو حاسس انت على الورقة. اكتب اي شيء، يعني اي شيء انت حاسس فيه هلا، شو مضايقك، شو عم تفكر فيه. طيب صلاح، بس بدي اقول لك انه اي شيء بتحكيه ما حيطلع برا العياده وحتكون سر بيناتنا، وتعتبرني مثل كاني انا رفيقك، بتحكي لي اي شيء بدك اياه، وان شاء الله بدي احاول ساعدك ونلاقي بالاخير حل سوا. طيب صلاح، التنمر اللي يعني يجيك على التويتر مفروض انت ما تهتم فيه ولا اصلا تقرأ، يعني التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي هي وسائل طورت لنا لتسهيل العيش،
ولا يخفى على أحد تأثيرها على صحة الإنسان النفسية والجسدية. التنمر الإلكتروني هو مثال على تأثير هذه التقنية على صحة الإنسان النفسية. ولا ننسى أن هذه التقنيات قد تكون سلبية أو إيجابية، ووظيفتنا أن ننشر الوعي بكيفية استغلال الجوانب الإيجابية دون السلبية. طيب صلاح، بدي اقول لك انه الشيء اللي عم يوصلك على تويتر لازم يعني ما تحاول ترد عليه، لانه صراحه ما عم يجيني نصايح كثير احكيها حاليا. لك لا نسيك، طلع بعيوني شامل طفي الضوء عشان ما يطلع اي صوت. 3 2 1 Ha 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 ha